شهر رمضان يعني أوشك على الانتهاء طبعا، كلنا الحمد لله ربنا قدرنا في الاجتهاد في الطاعة، اللي ملحقش يقدر يجتهد إن شاء الله في أيام العتق من النار، أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ربنا يا رب يعتق رقابنا جميعا من النار، وإن شاء الله ربنا يلزمنا على طاعته واتباع سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أيام التهجد والأيام الحلوة اللي فيها التقرب من ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وبالصلاة يعني مهم جدا نستغلها طبعا. خلاص أيام قليلة وينتهي هذا الشهر الكريم، زي ما عودنا في الحقيقة بيبدأ بسرعة جدا وبينتهي بسرعة جدا. إن شاء الله يا رب يعيدوا عليكم بكل الخير واليوم والبركات ويتقبل منكم جميعا يا رب. الشيخ عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف للتدريب هيحدثنا في هذه الفقرة عن شهر رمضان وعن أهمية أن يكون هناك قلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فكرة النقاء الداخلي ونقاء السريرة وأنك تطهر من نفسك فرصة والله مع اللي بيمر بيه ده، أن الواحد يعني يتعظ، بس رب يعني اللي وحش يتعظ والكويس يستمر على انه يفضل كويس طول الوقت طبعا، فاذا صلحت فصلح الجسد كله. ربنا يا رب يتقبل منا جميعا. ونشوف مع حضراتكم هذه النصيحه اليوميه اللي بنكون مع حضراتكم فيها بعلماء من وزاره الاوقاف بيقولوا لنا جرعه دينيه في غايه الاهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام، حديثنا بحول الله عن ضوابط عامة لشبكات التواصل الاجتماعي. هذه أمور جدت وطوت البلاد والعباد، وما من بيت إلا ودخلت فيه، ويجب على المسلم الفطن أن يطوعها في طاعة الله وأن يدخر منها زادا يلقى به مولاه. هذه الشبكات هي بحر لا ساحل له من التعليقات والمشاركات ومن الصور ومن الفيديوهات، يجب أن تقنن شرعا لأن تكون زادا لصاحبها وليست عليه ولا يتحمل من أوزارها شيء. هذه شبكات التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي من أهم ما يجب أن تضبط به الصدق. يجب على من كتب كلمة أو قال كلمة أن يتحرى فيها الصدق. يقول صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فأول وبادئ ذي بدء أن تكون صادقا، إياك والكذب. ثانيا، أن تتثبت فيما تنقل. كثير من الشائعات وكثير من الأخبار هي في الواقع لا أصل لها، إنما أطلقها كاذب فتناولها الناس وتلقفتها الألسنة دون تثبت وبدون تحقق. كثير من الأقوال المنسوبة لقائلين هي في الواقع غير صحيحة ولم يقولها هؤلاء الأشخاص، بل أكثر من هذا، أخذها بعض الناس تدينا فأخذوا ينقلون أحاديث مكذوبة وينسبونها لرسول الله في فضل كذا وفي فضل من عمل كذا ومن قال كذا، وهي كلها من باب عدم التثبت. ولو أرجع الأمر لأهله لعلمنا أن كثيرا من هذه الأقاويل لم يقولها من نسبت لهم، وكثير من هذه الأحاديث لم تثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ثالثا، وجب على المسلم عند دخوله على هذه الشبكات ألا ينجر لسفاسف الأحاديث، وألا يؤخذ لمستنقعات القيل وقال، وألا ينزل لدركة الهالكين الذين جعلوا هذا المعترك، جعلوه للسباب وللشتائم ولتتبع عورات الناس. رسول الله يقول: لا تتبع عورة أخيك، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عز وجل عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف داره. وأخيرا، يجب أن تعلم أن جلوسك أمام هذه الوسائل هي من باب الخلوة. خلوة، الإنسان ربما دخل بحساب مستعار أو اسم ليفضل له وظن أنه في خلوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أناس من أمتي بجبال من الحسنات كجبال تهامة بيضاء
يسيره الله عز وجل هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، نكون منهم، نحن لا نعلم من هم يا رسول الله. بجبال من حسنات يسيرها هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: هم أقوام منكم يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو بيت القصيد، أن من دخل بنية الإفساد استتر في أنه قد خلا، لا يعرفه أحد، فيكذب ويقول ويفعل ويفسد. والله عز وجل عليم، الله ناظر إليك، الله مطلع عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.